I can start by explore Agora. Dima? Here. Oh, okay. Great. Hi. Good morning. We work in education. What we're trying to do is what the doctor here just talked about. We're using technology to transform or to speed up the effect of education in the world. Having good education limited to certain places and some certain resources will never make the solution massive or democratized. So we're using the technology advancements, artificial intelligence, augmented reality, machine learning, all of that, in order to provide different quality education to the hands of every student everywhere in the world to actually create the impact. So this is what we're working on, digitalizing the new educational solutions. Second innovation is Academy Post. Do we have someone from Academy Post? Hi. صباح الخير انا عبد الله طه الاكاديميه بوست احنا بنعمل ايه احنا باللينك ما بين الساينس وما بين الناس ببساطه خالص بعض الناس بيبقى عندهم معتقدات مختلفه المعتقدات دي ممكن تاثر على صحتهم ممكن تاثر على حياتهم احنا بنحاول ان احنا نعتمد على الساينس بان احنا نقدم لهم المعلومه وفرنا حوالي اكتر من 5000 مقال دلوقتي ده قادنا لحاجه ثانيه ازاي الناس تقدر تستخدم المصادر الموثوقه او انها توصل لها وايه الفرق ما بين الميديا المنتشره وما بين اللي احنا بنعمله في الاكاديميه بوست ليه ممكن ياخد اللينك ده وينشره ما بين الناس ما ياخدش الحاجات اللي موجوده في الميديا بوجه عام فده اللي احنا بنعمله ببساطه في الاكاديميه بوست ومقتبس عنها في في الستيتمنت المكتوبه قدامكم الفكر الخرافي اللي في الاخر دي كانت كلمه للدكتور فؤاد زكريا في الكتاب بتاعه التفكير العلمي فمن الحاجات المهمه جدا عندنا ان احنا نحارب الفكر الخرافي ده شكرا Our next social innovators are تدوير I don't know if they're here مساء الخير انا علي الشرقاوي مؤسس تدوير ايجيبت احنا بنشتغل على جمع وتدوير المخلفات الصلبه زي الورق والكرتون والبلاستيك والمخلفات الالكترونيه احنا شغالين في منطقه جنوب القاهره بنشتغل اكتر على المدارس علشان نحولها لمدارس خضراء ونعلم الاجيال اللي لسه طالعه انهم يبقى عندهم وعي بالبيئه ويعملوا فصل المخلفات بتاعتهم وبعدين يعرفوا كمان المخلفات دي ممكن يبقى ليها قيمة وممكن نخلق منها فرص عمل وكمان نصنع منها منتجات شكرا اللي بعده يحكى أن حاسة ان هم مش هنا صح؟ فممكن اقول بس يعني it's an entity that acts upon raising the awareness of book reading through providing engaging and interactive reading programs for children to develop them into motivated readers and empower the community around them. فهم مش معانا بس هم هيبقوا معانا في الريتريت بس يعني احنا we're giving everyone a voice حتى لو مش هنا ف bear with us بس. Okay, so next up is Fantasia. Is Fantasia around? Okay. Actually, they've just joined, and that's why we don't have their mission statement uploaded. But we will be providing more information on the LEEP community soon, inshallah. Okay, Magda, next. Next one is Bekia. Bekia around? I don't think so. Can someone read Arabic? بيكيا هي شركة مصرية ناشئة تم تأسيسها في بداية عام 2017 الهدف الرئيسي منها هي مبادلة المخلفات الغير عضوية التي يتم فصلها في المنازل مقابل سلع ومنتجات هما برضو كانوا معنا امبارح وهيبقوا معنا في الريتريت بس I think ان هم مش معنا النهاردة نايل ريفر مونتوسوري صوفيا نايل ريفر مونتسوري هي مدرسة من 0 لـ 6 سنين بتعتمد على منهج المونتسوري نايل ريفر مونتسوري هي مدرسة من 0 لـ 6 سنين
احنا لاحظنا ابتدأت لما انا كنت بدور على مدرسة لبنتي ولاحظت ان في ازمة تعليمية يعني مش انا بس اللي شفتها فانا كان عندي سيرتيفيكيت على المونتسوري فانا فاهمة بالضبط احتياجات الطفل فقررت ان احنا نعمل مدرسة مونتسوري عشان هي طريقة علمية فاهمين بيها يعني the stages of development of the children and their need at every stage وهي طريقة أنا بحب أعمل أقيس الإمباكت so it's easy to measure like whether we're doing well or not so this is why we choose the Montessori approach وفي نفس الوقت هي تتلائم مع الثقافة يعني هي في المونتسوري في أي بلد بتتأقلم مع الثقافة تبتدي من الأرض ف فتحنا المدرسة دي من 0 لـ 6 سنين عشان برضو احنا عارفين ان تقدم المجتمعات يبتدي من لو في حلول تعليمية كويسة بت يعني prepare like citizens like children to be the future citizen well-rounded adults that have critical thinking that can like capable like be a agent of change in their life and the life of others. So yes, this is our school. Science crafts, Bardu. I seem to be talking about all the ones who are just joined the community. But they're here, so they're going to share with us their mission statement. طيب شريف إيسا science crafts. إحنا science crafts simply بنحاول نعمل hands-on education. فبنعمل ده through حاجتين إن إحنا بن create learning solutions و resources. يعني actual physical resources وبنعمل حواليها بقى different learning scenarios و experiences through events و trips, workshops, camps, whatever بقى لنا 6 سنين اشتغلنا تقريبا مع أكثر من 15,000 طفل من أكثر من 20 different nationalities بس simply yeah. Next one is Carbonix over there, Carbonix. Hi everyone, أنا اسمي محمود محسن, founder of Carbonix. بالعربي, Carbonix هو يعني كان ستارت اب المين فوكس بتاعه ان احنا بنعمل اعادة تدوير للكاوتشات المستهلكة بتاعت وسائل النقل معظمها. بدأنا من حوالي 4 أو 5 سنين بدأنا بستيج مانيوال وبعدين دخلنا في ستيج تانية اكسبانشن بين ميكانيكال وبعد كده دلوقتي وير اباوت ان احنا ندخل في ستيج ثالثة تعتبر ثيرموكيميكال ريسايكلينج. الهدف الرئيسي من الستارت اب كله هو ان احنا نعمل نساعد في الوصول للانفايرمنت تبقى سيفر وكلينر في نفس الوقت تبقى المنتجات اللي طالعه من عندنا كريسايكبل ماتيريال تقدر تعمل substitution للرو ماتيريالز اللي بتستخدم في الصناعات التانية اللي احنا ممكن نقدر يعني نعمل substitution ليها عشان برضه نساعد الانفايرمنت من ناحية السورسينج بفكرة substitution of already existing material in a recycled form. بس Cairo Graduate College. صباح الخير, انا اسمي احمد علاء فايد, فاوندر كايرو جراديويت كوليدج. اللي احنا بنحاول نعمله في كايرو جراديويت كوليدج ان احنا ببساطه نعمل ما يسمى بكليه للدراسات العليا او للدراسات ما بعد التخرج, وبنبقى معنيين بثلاث حاجات, معنيين بالبحث ومعنيين بالنشر والتعليم التنفيذي, وبالتالي اتس جراديويت انستيتوت زي المودلز الموجوده بره, بس اهم حاجه ان احنا الفوكس بتاعنا او التخصص بتاعنا هو العلوم الاجتماعيه, ما بنشتغلش في اي حاجه ثانيه. ثانك يو. EG Mag. أنا أحمد عبيد, فيترينير دكتور. إحنا شغالين في مجال مختلف خالص وبنقدم رؤية في تدوير المخلفات العضوية باستخدام البايرو أكتورز. إحنا بنستخدم فيها اللارفي بتاع بعض الإنسكت, وإحنا بالفعل إحنا كان عندنا حلم في آخر 2016 وعملنا يعني
كونت الفريق بتاع الشركه في 4/2017. نجحنا ان احنا نعمل بايلوت سكيل وار ان دي تيم بمساعده الزملاء, وكان صعب جدا ان احنا لا ندور على حد يبدا يشتغل ويتعامل مع الحشرات. احنا قبل ما نشتغل احنا عملنا سيفتي ستاديز لمده 6 شهور, واحنا المنطقه ديت في مصر جراي اريا, وقدرنا امبارح, انا اخذت ماستر ديجري في فارماكولوجيكال اكشن في ابلكيشن اللي احنا نفس بعض الفارماسيوتيكال كومبوننت من الارفي اللي احنا شغالين عليها. احنا دلوقتي في طور اللي احنا بالفيرست كوميرشال سكيل, بنقدر نطور حوالي من طن لاتنين طن مخلفات عضويه, بننتج في الاخر المحصله الاخيره اللي احنا بنطلع بروتين وبنطلع فات وفيرتلايزرز. البروتين دوت بيدخل فيه علف الدواجن والاسماك, وبنعمل ماركت ستاديز شغالين عليها بقالنا 3 شهور, وبندرس السوق في مصر وحجم السوق والانفستمنت. الشق بتاع الفكره ليها شقين, شق اجتماعي اللي احنا نقدر نعمل امباورنج للوومنز والبيبل اللي احنا نبدا نخلي المشاريع دي تبقى مشاريع في البيوت وفي القرى, وبالفعل احنا شغالين مع بنصمم بنعمل بروجرام وبنعمل ستادي نعمل بروجكت اللي احنا ازاي نقدر نروح احنا للمخلفات وبعدين نجمع الار في ديت بشكل معين وبعدين نعمل لها ريفايننج عشان نقدر ننتج الانسكت بروتين. احنا كنا بنفنش ستادي للماركت شير في مصر او حجم الماركت المتوقع في مصر حوالي 186 الف طن انسكت بروتين في مصر. احنا لو عملنا له تقديرات بفلوس حوالي 2.4 مليار جنيه حجم السوق المتوقع, وطبعا هو الموضوع ليه ابعاد كتير قوي فمش هقدر اتكلم اكتر كده. شكرا شكرا شكرا. دامبا not here. Okay. Upcycling startup seeks to support the breadwinner women through handmade works. حسام رشيدي, هيو ماكينا. احنا ارتفيشال انتليجنس ستارت اب, بنشتغل على ارتفيشال انتليجنس بلاتفورم تو امباور الستودنت تو ريتش ذير فول بوتنشال ثرو بيرسونالايزد ليرنينج اند كارير باثز. متخيلين اكتر ان التكنولوجيا تبقى وبالذات الارتفيشال انتليجنس تقدر تتيح الفرصه اكتر للطلبه ان هم يعني تو هاف بيرسونالايزد ليرنينج اند كارير اوبورتيونيتيز, مش هتبقى بسهوله ان هم يوصلوا لها. بس بعد الديسكشن انا شايف ان احنا محتاجين نفكر اكتر احنا كهيوماكينا عن دور التكنولوجيا والانتراكشن بينها وبين اليوزرز, سبيشالي ان هي ممكن تبقى الاوتريتش عالي جدا او منتشر, بس الفكره ان اللوكال كوميونيتيز كل واحد ليه طبيعه خاصه, وبالذات انتاج المعرفه اللي محتاج اكلم دكتور هاني اكتر عليها. شكرا. كايتوزان to formulate and deliver unique high performing agri solutions that bring organic agriculture to the masses. ممكن بس اقول هم بيعملوا ايه عشان ده مش بيكتب قوي اللي هم بيعملوه. بتوع الجمبري هم بياخدوا بيشتغلوا مع ستات في الفيوم, بيقشروا الجمبري, بياخدوا قشر الجمبري ويطلعوا منه الماده اللي هي كايتوزان وبيستخدموها كفيرتلايزرز, وهيبتدوا كمان يصدروا. يعني مش مفيش جمبري في الموضوع, احنا بنقول عليهم بتوع الجمبري. كنداكا اوكي By the end of the 3 days you will and Catherine, by the end of the 3 days you will all know this bag. It is from Kandaka, and Kandaka, this name, the ladies that we are working with this community, they found the name. This is Kandaka, means old Nubian queens that are wise, strong, and brave. And our thing is that we are upcycling. That means we are upcycling glass. Here is an example. This is made from this Schweppes bottle. And
with this reps bottle, you also see that we want to integrate awareness for children, because in our project we also bring school classes and they can bring their glass and make a product. This is also one of our missions. And I also, if I very short, like half a minute, I can say I feel as a foreigner also that I have a little bit a mission here to create some additional awareness, and I have to bring it out of my or behind my back. Really, yesterday when we had this lunch or this dinner, I couldn't believe that we all used still these foam plates, that we used these plastic forks. Really, it broke my heart. I was too selfish because I was hungry, but I almost refused to take ACL, because here we are the, in a way, we should be the most aware. And how come I present myself for the next event as dishwasher? Really, I will wash the dishes, and you can count on me. Catherine, I just want to tell you that yesterday we went to get the plates and forks because we have cutlery and glass, but it's not enough. So the lady was like, this is all I have. And I said, there's no paper. But I mean, thank you so much, because that is a very valid point. So appreciate it. Sure. Yeah, I will do it. Thank you. صعيدي جيكس تعمل على نشر التكنولوجيا والإنترنت في صعيد مصر تحديداً وفي مصر والشرق الأوسط عموماً، وتهدف إلى تنظيم وتوزيع جهود الشباب المصري لإقامة مجتمع جديد لرواد الأعمال من التقنيين، يهدف إلى نهضة ورقي صعيد مصر كجزء لا يتجزأ من مصر. هم برضو مش معنا، بس معنا بكرة. بروتينيا؟ No. Proteinia is shaping the future of our food value chain. At Proteinia, we are raising insects that are being fed on organic waste to replace fish meal in aquaculture and animal feeds with sustainable and more environmental insect-based protein. Dawar? Hello, Sahlan. هي داور داور از كلام بالعربي والانجليزي عربي اوكي داور ابلكيشن موبايل ابلكيشن حوالي لانش من سنه لاداره المخلفات لو سمعت عنه وبتاخد صوره من خلال الابلكيشن والصوره دي بتروح لهيئه النظافه والتجميل بيجوا يلموا الزباله صوره للمخلفات في الشارع يعني وبعدين هم بياخدوا صوره بعد التنظيف والصوره دي بترجع اللي أخذ الصورة بس احنا لانشت في المعادي وترى من حوالي سنة ومضينا مع وزارة البيئة في سبتمبر 30 ان احنا ننتشر في 6 محافظات فماشيين بقى مع تدريب كل الجهات ولانش الابليكيشن دور is a front end لليوزر to engage عشان تدخلوا في ادارة المخلفات بس هو اصلا نظام اداري للمخلفات و لوزارة البيئة والهيئة النظافة والتجميل. صباح الخير، أنا اسمي مايل درديري، أنا Education Program Manager في Giza Systems Education Foundation. الفاونديشن بتاعتنا ببساطة بتحاول تبص للتكنولوجي بشكل مختلف فبتحاول تبص للتكنولوجي as a tool إن هي إزاي to empower the community through education فإحنا بنشتغل على 3 main pillars youth enabling فبنشتغل على education وإزاي إن الإدوكيشن ده مع التكنولوجي يبقى بيخلق شخص عنده mindset عنده socially responsible leader وفي نفس الوقت عنده السكيلز وإكويبد بالكل التولز اللي يقدر يستخدمها to look at their community وإزاي إن هم يعرفوا يسبوت التشالنجز اللي موجودة وياخدوا الانيشيتيفز إن هم كمان يبدأوا يدوروا على السولوشنز دي من نفسهم
فده جزء. والجزء التاني ان ازاي الكوميونتي السولوشنز دي تطلع مش بس سولوشنز تبقى بروتوتايب او بروف اوف كونسبت ولكن تبقى كمان commercially viable. So we work on جزء شوية لي علاقة كمان بالentrepreneurship and sustainability. وكمان الجزء الأخير اللي we're so proud of reducing inequality. So we work on how can technology تبقى enablement معلش لكمان people with disabilities. So we have a dedicated program that is called Project Nitrous, dedicated in ازاي نبقى بنستخدم التكنولوجي دي في ان نعمل حاجات تبقى to empower their lives back to be inclusive. We work mainly مع حاجة اسمها digital fabrication. لو سمعتوا عن الفاب لابز, laser cutters, 3D printing machines, CNC machines, electronics. لو انتوا خدتوا الكيتشين بتاعت ليب وانتوا داخلين laser cutting, this is something that we can do also. احنا شغالين بقالنا كتير وبقالنا من 2013 ف يعني we're so honored to be in this community. Thank you. Can I just mention that the keychains اللي احنا واخدينها دي they're actually made out of chopsticks, used chopsticks. So it's also another form of upcycling. And thank you Felix for bringing them all the way. They're very beautiful. Okay, so Vermi Dutch company for agricultural services. Assalamu alaikum. Ana Waleed, founder of Sherkat Vermi Dutch. Here Vermi Dutch, it assessed 2016 في منطقة أها اليوبية. إحنا بنعمل تدوير المخلف العضوي الزراعي والحيواني في منطقة أها اليوبية. بنستهدف هناك مساحة 1000 فدان. بدينا في 2016 كنا بندور 12 طن مخلفات عضوية في السنة. في 2020 الحمد لله وصلنا دلوقتي ل 120 طن مخلف زراعي وحيواني. بنطلع منه 60 طن فيرمي كومبوست سماد عضوي. كمان دخلنا في 2020 تدوير المخلفات الاسماك في الاسواق ومحلات الاسماك عشان نطلع منها امينو اسيد بنخدم بيها على القطاع الزراعي. كمان خصصنا 20% من الارباح في الشركه للار ان دي عشان نطلع حلول للمشاكل اللي بنقابلها فعليا واحنا شغالين في المجال الزراعي. بتقابلنا مشاكل في المبيدات في الـ في الـ في, الـ في الافات في حاجات كتيره. خصصنا معمل بالفعل ان احنا ندور على حلول عضويه للمشاكل دي. شكرا. Go green. مساء الخير. انا اسامه عماره فاوندر لجو جرين. احنا شركة تأسسنا من حوالي سنة. المين ميشن بتاعتنا is to transform waste into a reusable matter whenever possible in Egypt for the sustainability of eco-friendly life. الحقيقة احنا ملاحظين ان احنا في مصر عاداتنا تغيرت بشكل كبير. عادات بقينا استهلاكيين جدا. بس ما عندناش منظومة في مصر تقدر تهندل كم الاستهلاك وكم الويست اللي بيطلع مننا دلوقتي as compared مثلا من 20 سنة فاتت. فاللي احنا بنحاول نعمله ان احنا بنحاول نغير سلوك الناس من ناحية ان احنا بنعمل awareness للناس على ازاي يغيروا سلوكياتهم ولو هم بيتعاملوا مع recyclable material ازاي يقدروا يتعاملوا معها بشكل مسؤول. بنتعامل مع مؤسسات افراد هيئات تعليميه هيئات بشكل يعني في قطاعات مختلفه. احنا بقالنا تقريبا سنه وور جروينج الحمد لله. ثانك يو. هاي انا احمد زرقاني. احنا مؤمنين انه المدرس هو الكي ستيك هولدر في العمليه التعليميه فلازم يبقى المدرس كويس علشان يعرف يوصل المعلومه. فايه احنا عايزين نوصل لكل المدرسين اللي في مصر وده حلم كبير قوي بس بنحاول. اشتغلنا في عده محافظات سو فار. وبعدين مثلث الرعب بقى البيت والطالب والمدرسه فبنشتغل مع البيوت على البيرنتس يعني على بوزيتيف ديسيبلين فور بيرنتس اند مع الصغيرين بنعمل ديزاين ثينكينج فور تشيلدرن. ثانك يو.
plug and grow over here. أنا مروان نبيل. إحنا في Plug and Grow we develop and provide high-tech agriculture commercial solutions في two industries. واحدة اسمها soilless agriculture والaquaculture. إحنا بنشوف إن الإمباكت بتاعنا إن إحنا بن replace all technologies with technologies that provide higher productivity من نفس الأرض that provide chemical-free product وبتوفر حوالي 90% من المية. فإحنا بن replace the old value chain of agriculture بقى نيو فاليو تشين في تكنولوجيز معينه بتشتغل تطلع برودكتس معينه. شكرا. جرينش. انا ايمان عماد من جرينش. بشتغل بروجكت كوردينيتور. هي الشركه هي شركه توعيه بيئيه. بنشتغل ان احنا نوعي الناس تجاه اختياراتهم البيئيه. مش عارفه بس غالبا في ناس هنا عارفه الحمله اللي الناس اللي بينزلوا ينظفوا النيل وكده. هي انشيتيف طالعه من جرينش. فكل الفكره ان احنا نوعي الناس تجاه البلاستيك واضراره وايه البدائل بتاعته. وبنشتغل برضو ان احنا بنعمل ورش لناس مهتمه بالبيئه من اول الاطفال او الكبار. بنعرفهم ايه اصلا المشاكل البيئيه الموجوده. في ناس كتير قوي في كوميونيتيز مختلفة شغالين في البيئة وما يعرفوش ايه هي المشاكل البيئية وبيكونوا متخصصين في حاجة معينة. فالمتخصص في الاجريكالتشر ويست فهو ده بالنسبة له دي المشكلة البيئية اللي هو عارفها. فمش بيكون عارف اي مشاكل بيئية تانية. فلما بنقول له مثلا ان في حاجة اسمها جلوبال وورمينج بيبقى مبهور جدا يعني مش فاهم هو ده كان ايه اصلا. فهي الفكرة كلها ان احنا نخلي الناس واعية باللي بيحصل اصلا حواليها في البيئة. بس كده. ميرسي. السلام عليكم. اسمي محمد بهجت. سيجا جروب قامت 2014. الفكرة بتاعتها ان احنا خدنا ستيب باك وكنا قلنا عشان نسكيل اب الامباكت فهنديفلوب هيومن ديفلوبرز. فاحنا بنحاول نساعد الاورجنايزيشنز والافراد اللي بيشتغلوا في تطوير المعلمين او المدربين في السوشيال سيكتور او الايديوكيشنال سيكتور. وكان هدفنا نجو جلوبال فالحمد لله وريتشد اكتر من 10 دول دلوقتي. تنزانيا، اندونيسيا، ماليزيا، اذرز ميدل ايست. واشتغلنا كتير مع مؤسسات مجتمعيه في مصر ومع افراد ومؤسسات بيخدموا قطاع التعليم يعني. فكرتنا ببساطه از جلوبال اكسبوجر. بنروح مؤتمرات وبنروح حاجات كتير عشان يعني نكويب اور سيلفز اكتر عشان يحصل جلوبال كونتريبيوشن منطلقا من مصر ودول مختلفه يعني. احنا تخصصنا الاساسي حاجه اسمها الاكتيف ديب ليرنر اكسبيرينس او الديبر ليرنر اكسبيرينس. ونتعرف بقى اليومين الجايين مع بعض ان شاء الله. ميرسي جدا. استنبات. مساء الخير. احنا استنبات بنعمل غرف استنبات طبيعيه اللي هو بدون تربه وبدون اي مواد كيميائيه. الغرف دي بتنتج اعلاف للمواشي وللطيور طبيعيه طبعا ما فيهوش اي كيماويات ولا مبيدات وبنغذي بيها المواشي والطيور وبالطريقه دي بينتج عليها اللي هو التغذيه الطبيعيه بالنسبه للالبان للاطفال عندنا وللطيور برضو عندنا بنغذيها على الطبيعي. الغرفه دي بتوفر معايا وقت وبتوفر معايا تربه وبتوفر مساحات اراضي وبتوفر معايا ايد عامله. بالنسبه للغرف احنا شغالين عليها اعلاف بس ان شاء الله يعني في المرحله القادمه باذن الله هنشتغل عليها اللي هو الاكل البيتي اللي هو مثلا كل السبانخ الخضروات الحاجات دي باذن الله عاملين تيست عليها باذن الله ونكبر فيها. وعايزين زي ما احنا تعلمنا ازاي ان احنا نزرع في الغرف دي نزلنا الحمد لله متطوعين في كذا جمعيه بنتطوع ان احنا ندرب النساء ازاي تزرع في البيوت وما تحتاجش لاي اعلاف او اي اعلاف فيها كيماويات او اي حاجه ثانيه تضر بالاطفال او تضر بالماشيه اللي عندها. بنعلمها ازاي ان هي تزرع طبيعي وتاخذ محصول طبيعي
وبالطريقة دي حتأكل الطفل عندها طبيعي وهي حتأكل طبيعي. بالنسبة لي نحن يعني إن شاء الله بنأمل نحن ننزل على التعليم الفني اللي هو التعليم الزراعي ونعلمهم إزاي يتعاملوا بالزراعة الحديثة دي عشان يعلموا بعد كده أجيالهم إنهم يتعاملوا بالزراعة الحديثة. شكرين. بناستك. أنا اسمي منار، واحدة من 3 co-founders لبنلاستيك. إحنا هدفنا إن إحنا نعمل حقبة للبلاستيك وحاجات الاستخدام عن طريق إن إحنا بنعمل awareness خلال ورش أو clean-ups توعية الناس على البحر. إحنا كمان based في اسكندرية وبنطور منتجات بديلة للsingle-use plastic وبنتحاول نتواصل مع policy makers علشان multiply الإفكت علشان نطلع قوانين تحجب ده بشكل يعني كبير في مصر كلها. مساء الخير، فريدة بحديد احياء اكاديمي. هي زي ما المشن كده كاتبه، بحاول اختصر الموضوع ان احنا دايما عندنا تو كي ووردز، انفلوينشال انسبيريشنال. ده حاجه ليها علاقه بالكاركتر بتاعه الستودنت، والحاجه الثانيه ان هي برودكتيف ليدرز. احنا زي ما دكتوره هانيه كانت بتتكلم على الروتس، فاحنا بنحاول نركز قوي على الروتس، ان احنا مش بنهتم بالارقام الكتيره ولكن بنحاول نهتم قدر الامكان بالكاركتر نفسه، ان احنا ازاي نريز ناس ستيبل او ستودنتس ستيبل وفي نفس الوقت برودكتيف. احنا بدانا 2010، يعني السنه دي بنحتفل بالعشر سنين الحمد لله، فمش اهتمام بالارقام بس يعني مسيره 10 سنين الواحد بيحس ان هو اتعلم كتير قوي، وزاد في الفتره اللي فاتت دي. دلوقتي بقى عندنا الكريكولم بتاعنا، فبقى في منهج كامل على مدار 5 سنين، فالستودنت من سن 7 لـ15 سنة هم بيخشوا بيفضلوا 5 سنين في الاكاديمي وبعد كده بيتخرجوا، وفي الـ5 سنين بنشتغل على المحورين دول يعني. نوايا. انا اسمي حسام سلطان، الكور تيم في نوايا ومدير المشروعات. احنا في نوايا بنعمل اجرو ايكولوجي، وبنشتغل على الاكلات التراثيه او الهيريتج فود. ليه الاكلات التراثيه؟ الاكلات التراثيه بتسمع في كذا حاجه، هي بتحافظ على الديفيرستي. احنا مطبخ متنوع جدا، مصري تاريخي من زمان جدا، من الاف السنين عندنا تنوع في الاكل، لكن كتير من الاكلات بتنقرض لصالح الفاست فود. فاحنا بنحاول، وكمان ده بيأثر ليه تأثير على البيئة، لان كل ما زاد استهلاكك للفاست فود كل ما زادت، زي ما كان حد بيتكلم، كل ما زاد المخلفات اللي ناتجة عن ده. بنعمل ده ازاي؟ احنا بنعمل رحلة مع ستات الريفيات الموجودين اللي بنشتغلوا معنا، متكونة من مجموعة من التدريبات، تدريبات على الاكل نفسه ازاي، لان حتى النهارده في الريف بقى في ستات كتير. لما نزلنا الريف اكتشفنا مثلا ان الاكلات اللي احنا كنا بنعتقد انها تطلع من الريف، النهارده 10% من الستات هم بس اللي بيعرفوا يعملوه. دي كانت صدمه لينا، فاحنا اضطرينا نعلمهم ازاي يعملوا اكلهم اللي هم المفروض هم المتخصصين فيه. بنعلمهم كمان ازاي يشتغلوا مع بعض في كلاستر مع بعض الستات دول، وبنعلم مجموعة من الشباب يخدموا على الستات دول انهم يساعدوهم في الماركتينج ويشتغلوا اونلاين، على اساس ان يشبكوا الستات اللي انهم بيعملوا اكل تراثي مع السوق، فالستات دول ده يعمل ايكونوميك وسوشيال امباكت على الستات. عندنا تول تانية بنعملها، اللي هي عندنا حاجة اسمها النوز. النوز دول من نواة البلح اللي هم المفروض قادة التغيير في المجتمعات. هيبقى المفروض عندنا نوى في كل مكان احنا بنشتغل فيه، هو هيبقى اللينك بين النوايا وبين المجتمع، فهو اللي هيعكس لي ايه المشاكل بتاعت المجتمع ويوصلها للنوايا، واحنا كنوايا ده أداة السستينابيليتي. فاحنا كنوايا بنمده بالتولز، فبنجيب الريسيرش اللي موجودة في مختلف انحاء العالم والنماذج الناجحة، اي مثلا كيس نجحت في البرازيل نترجمها بالعربي ونحطها في فيديو او تول تتناسب مع المجتمع، فالنوى ده يشاركها مع المجتمع. ده باختصار شديد. شكرا جزيلا. البديل.
Okay, so we try to reach out to all the suppliers of eco-friendly alternatives to make sure we put the maximum number of high-quality alternatives at the tip of our finger, of your finger. Hand over. مساء الخير انا اسمي رضوى رستم فاوندر هاند اوفر هاند اوفر هي سوشيال بزنس ديزاين اند بيلد كومباني هدفنا الاساسي هو ان احنا نصمم وننفذ منشات تكون صديقه للبيئه بنستخدم الترناتيف ماتيريالز تكون لوكالي سورس تكون طبيعيه تكون موجوده في السايتس الاراوند اس هدفنا الاساسي ان احنا ندور على حلول بديله للبناء وان احنا نخلق معنى حقيقي للكوميونتي ديفلوبمنت مش بس لل للprivileged communities بس كمان للunderprivileged communities. Thank you. Enviro Spaces. مساء الخير مروه الاعصر كوفاوندر Enviro Space احنا ملي اركيتكتشر ستوديو مهتمين اكتر بالتعليم وان ازاي الاركيتكتشر بتخدم تقدر تخدم التعليم البيلت انفايرمنت بتاع المباني لو هنعتبر الجزء الاكبر فيه يعني هو يعني يعتبر بارت من العمليه التعليميه بس هو الحقيقه هو مش مستغل عندنا بروتوتايبس لكل المباني والبيلت انفايرمنت مش مستغل بصوره كويسه جوه العمليه التعليميه فكان في ريسيرش انا كنت عملته ده كان الماسترز بتاعتي هي كانت قايمه على انه الاطفال نفسهم وهم صغيرين هم دايما بيحبوا يبقوا في الاوت دور وبيحبوا يلعبوا هو ده يعتبر الشغل بتاعه فازاي ده نقدر نحطه جوه العمليه التعليميه فطبعا عندنا اوت دور سبيس اللي هو سكول يارد اصلا هي مساحه كبيره وهي فعلا مش مستغله خالص فازاي نستفيد بحاجه موجوده اوريدي ونقدر نعمل لها ديفلوبمنت ونبقى تبقى انجيج جوه العمليه التعليميه وفي نفس الوقت هي بتحقق النيد بتاعه الاطفال فعملنا بقى بروجكت اسمه انفايرمنتال اوت دور كلاس روم ازاي ان الاطفال يبتدوا يتعلموا من الاوت دور وبنحاول كمان انتجريت السبجكتس اللي هم بياخدوها جوه يعني بيدرسوها ازاي دي تبقى موجوده عندهم في الاوت دور بعد ما ابتدينا الحمد لله احنا نفذنا البروجكت ده بس بصراحه بعد يعني محاولات كبيره جدا بس الحمد لله قدرنا ننفذه على الارض في مدرسه حكومه بس طبعا كان ان هو فكره ان هو بقى يستغل المكان ده فابتدينا نخش ونعمل تريننج كمان للمدرسين عشان يقدروا يوظفوا اللي اتعمل ده جوه العمليه التعليميه ويشتغلوا بيه في مسجز في النص كده احنا برضو بنبقى عايزين نوصلها اللي هي ليها علاقه بالانفايرمنت والانفايرمنتال ديزاين لان احنا كاركتكتشر ستوديو كنا بنحاول ان احنا نتعامل مع كلاينتس ان هو لقى ان في حاجه اسمها انفايرمنتال ديزاين وفي بيزز بس ما حدش كان فاهم يعني ايه ده فكنا بنحاول بندخل مسجز بحيث ان الاطفال دول لما يكبروا هو ده الجيل اللي هو بعد كده هيبقى كلاينتس بتاعي فيبقى فاهم يعني ايه الانفايرمنتال ديزاين وازاي ان ده ليه امباكت او البيلت انفايرمنت ده ليه امباكت على الانفايرمنت فبنشتغل in parallel في ده informal education ان احنا بنعمل انشطه للاطفال ليها علاقه بالعماره واحنا ممبرز في بروجرام اسمه architecture and children تبع اتحاد المعماريين الدولي ومؤخرا اشتركنا مع اشري في بروجرام برضو انا كوتشير في اشري بروجرام اسمه STEM K12 ازاي نقدر نعمل توعيه للاطفال عن الانفايرمنت من خلال انشطه بنعملها معاهم وورك شوبس وكمان بنعلمهم بيزز عن الاركيتكتشر فبندي مسجز انه كمان انه كاركتكت لا هو في حد اسمه اركتكت واحنا مش هنفضل يعني قلنا مش هنفضل نقعد نشتكي انه مفيش اركتكتشر في مصر لا طب يعني فبنحاول بقى مع الاطفال ان هم يبتدوا يتعلموا شويه بيزز عن الاركتكتشر يبقى عندهم سنس شويه جمالي وفي نفس الوقت لما جينا حتى عملنا بعد كده اسسمنت لقينا ان الاطفال كمان بيعلموا اهاليهم في كده اندايركت ليرنينج من خلال الاطفال للبيرنتس فلقينا لا احنا كمان بنقدر نشتغل مش على ايدج جروب صغير لا ده الايدج كمان الجروب صغير ده بيقدر كمان يعمل امباكت على الايدج الاكبر منه ميرسي
Thank you. Thank you so much, everyone, and thank you, Amira and Magda. Can you just join me, please, in giving a round of applause to the first members of LEEP community?